إثر طرح موقع فيسبوك رموزه التعبيرية بعد فترة طويلة عرف خلالها بأنه موقع التعبير الواحد لايك، فإن ثمة تحذيرات بدأت تتراكم بشأن استخدام تلك الرموز. والتحذيرات الأخيرة لم تصدر عن شخص عادي، وإنما عن الشرطة البلجيكية، ونشرتها على موقعها على الإنترنت، ومفادها انتهاك خصوصيتك. فقد قالت الشرطة البلجيكية في بيانها إن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يستخدم الرموز التعبيرية في جمع المعلومات عن الشخص الذي يستخدم تلك الرموز للمساعدة في تحديد أي إعلان ستبيعه لك. وأوصت الشرطة مستخدمي الفيسبوك بعدم استخدام تلك الرموز أو الضغط على أي منها لحماية خصوصية المستخدم.